بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بقراءتنا لهذه الرسالة، رسالة حسن البيان في ليلة النصف من شعبان، بنحيي سنة من السنن المهجورة. في السنن المهجورة حياة كتير، يعني هتلاحظوا حضراتكم انه في الفترة اللي فاتت ما نسمعش كلمة سنة إلا إذا جيت ذهننا مجموعة أمور معينة، زي مثلا اللحية، زي النقاب، زي أمور كده معينة صارت مرتبطة بكلمة سنة، وأمور معينة صارت مرتبطة بكلمة بدعة، زي الموالد، زي مش عارف الذكر، زي حاجات كده، سرادقات العزاء، حاجات كده معينة. لما تقول كلمة بدعة يجي ذهنك على طول إيه الحاجات دي. وسبحان الله العظيم، احنا كأنه الأمور المعايير انقلبت، فصارت السنة بدعة والبدعة سنة، وذلك لغلبة الجهل على الناس، وذلك لتصدر من لا يحق له أن يتصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يعني هتلاقي إخواننا دول مثلا عمرهم ما ذكروا أنه من البدع الشبع مثلا، دي ما يقولوهاش أبدا، مع أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أنه أول بدعة حصلت في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي الشبع. دي ما بيذكرهاش ليه إن شاء الله؟ يمكن مثلا عشان يعني إيه، الله أعلم. لكن لماذا لا يذكرون هذه من ضمن البدع، ولماذا لا يذكرون الناس بها؟ كذلك من الأمور التي يقال عليها بدعة وهي ليست كذلك سنة إحياء ليلة النصف من شعبان. دي سنة من السنن المهجورة التي صار الناس يخافون من إحيائها، خوفا من كلمة ماذا؟ من كلمة بدعة. والعجيب الغريب يا أخوانا أنه في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن هذه الأحاديث أقل حاجة هتسأل فيها من حيث الصنعة الحديثية أنها أحاديث مقبولة، ودرجتها في القبول هي مرتبة الحديث الحسن لغيره. ده إيه؟ ده إذا يعني تنزلنا. لكن هذه الأحاديث صحيحة عند بعض المحدثين، وهي بمجموعها صحيحة عند محدثين آخرين، بمجموعها أو منفردة صحيحة عند بعض المحدثين. العجيب الغريب كمان أن الشيخ الألباني وهو من مشايخ السلفية المعاصرة، أورد في السلسلة الصحيحة بعض هذه الأحاديث، وقال أن جملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب. اي حديث اللي هو الحديث الوارد في فضل ليله نصف من شعبان، اللي فيه انه ليله نصف من شعبان يطلع الله عز وجل على اهل الارض فيغفر لكل الناس الا مشرك او مشاحن. فقال الشيخ الالباني انه الحديث ده بمجموع طرقه، واحنا قلنا قبل كده الحديث قد تتعدى طرقه، يعني يجي من طريق فلان ومن طريق فلان ومن طريق فلان، المحدث ينظر لهذه الطرق ويشوف الحديث ده الطريق دوت درجته ايه، والطريق ده درجته ايه، والطريق ده درجته ايه، فبعضها يكون ضعيف، بعضها يكون حسن، بعضها يكون صحيح، بعضها يكون موضوع. فيقول لك ان الحديث بمجموع طرقه يدل على ماذا؟ انه صحيح، ويقول لك بلا ريب كمان، يعني بلا شك، يعني هو الرجل يقطع بصحة هذا الحديث. ومع ذلك تلاقي بعض المشايخ يقول لك ده احياء ليلة النصف من شعبان بدعة،
أو تخصصها بصلاة أو صيام بدعة، والأمر غير ذلك، بل كان بعض التابعين يتطيب في هذه الليلة خصيصا، يتطيب في هذه الليلة خصيصا، وأمر الناس بالاجتماع في المساجد ويجتمعون في المساجد ويدعون الله تعالى فيها وكذا. فهي سنة من السنن المهجورة التي ينبغي علينا أن نعمل على إحيائها. طيب، نحن قرأنا المرة اللي فاتت، عشر أحاديث تقريبا وردت في فضل هذه الليلة، وقلنا أن هذه الأحاديث من حيث القبول والرد هي في درجة ماذا؟ في درجة القبول، وليس في درجة المردود، وإنه أقل ما فيها أنها ماذا؟ أنها حسنة لغيرها. طيب، نكمل قراءة الكتاب، وقفنا عند ما يقال من الدعاء في هذه الليلة، صح؟ طيب، فقال يا عائشة وعلميهن فإن جبريل عليه السلام عندما بيهن وأمرني أن أرسلهن في السجود. طيب، الحديث أظن معنا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها فوضع ثوبيه، يعني وضع ثيابه التي كان يخرج بها صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته يتخفف كعادة كل الناس، وإحنا ندخل بيته يتخفف. ثم لم يستتم، يعني ما طولش، يعني ما لحقش يقعد مثلا، ثم لم يستتم أن قام فلبسهما، قام تاني ولبس صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ثوبين. فأخذتني غيرة سبيلة، هي ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لحقش يقعد عندها، فقام ولبس وسيذهب لبعض نسائه صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غيرة شديدة، فظننت أنه يأتي بعض صويحباتي، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت فأدركته بالبقيع، خرجت تدور عليه شوف فين صلى الله عليه وسلم، فأدركته بالبقيع، بقيع الغرقد، البقيع بقيع الغرقد، بقيع الغرقد بيان بكلمة البقيع، يعني هو البقيع يسمى البقيع فقط ويسمى بقيع الغرقد، يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء. فقلت بأبي أنت وأمي، يعني هي كأنها زعلت من نفسها، من تفكيرها راح لهذا لهذا الاتجاه. فقلت بأبي وأمي وأنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا، أنت خرجت تفكر في الآخرة وإرضاء الله سبحانه وتعالى وأنا في أمر دنيوي يشغلني. فانصرفت فدخلت حجرتي ولنفس عال،
خلاص ثابت النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت حجرتها، يعني لها نفس عالم، يعني كأنها خرجت مسرعة وراء النبي حتى تدركه، ثم لما علمت رجعت مسرعة، فالسرعة دي رايح جاي ها خلتها كأنها ايه تنهج. والسيدة عائشة رضي الله عنها معروف ان هي في بداية زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت رفيعة، ثم بعد ذلك امتلأت كعادة الرجال والنساء بعد الزواج. فحتى بيروى في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته صلى الله عليه وسلم اولا هي، ثم لما امتلأت بعد الزواج بشوية سبقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها هذه بتلك، يعني واحدة قصد واحدة، انت سبقتيني زمان انا دلوقتي ايه سبقتك دلوقتي. فاذا كأنه السيدة عائشة رضي الله عنها كانت ايه تنهج، نفسها عالي. ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا النفس يا عائشة، فقلت بأبي وأمي أتيتني فوضعت عني. ما هذا النفس يعني تنهجي كده ليه، ليه كنت مسرعة بهذا الشكل في الإتيان ورائي ثم في الرجوع وكذا. أتيتني فوضعت عنك ثوبيك ثم لم تستتم أن قمت فبستهما فأخذتني غيرة شديدة ظننت أنك تأتي بعض صبح ذاتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع. فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني هل كنت تظنين أنني سأظلمك؟ والظلم هنا معناه أن تكون دي ليلة السيدة عائشة أو ليلة التي سيثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة ثم يذهب لامرأة أخرى، فالنبي لا يفعل ذلك. فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني هل كنت تظنين أن تظلمي فأذهب إلى بعض النساء وأترك ليلتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها سر في أنه أتاها ثم خرج مسرعا ثم عاد إليها، فبيقول أتاني جبريل عليه السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب، يعني قبيلة كلب دولت عندهم غنم كثير، تمام كده؟ لو عدينا عدد شعرات الغنم اللي عند قبيلة كلب دولت الله عز وجل يعتق فيها من النار أكثر من عدد شعرات غنم كلب، دليل على الكثرة، دليل على أن الله عز وجل يغفر لعدد كبير من الناس. فينظر فيها النظر هنا معناه نظر الرحمة، يعني من هو الذي لا تناله مغفرة الله في هذه الليلة؟ لا ينظر فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن، مشاحن يعني واحد بينه وبين بعض الناس بغضاء أو كراهية أو حقد أو عداوة، ولا إلى مسدل يعني متكبر. المسدل هو الذي يطيل ثيابه على سبيل التكبر، يطيل ثيابه، وكان قديما إطالة الثياب تحت الكعبين دليل على الكبر. ووردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الإسبال، والنبي صلى الله عليه وسلم ثوبه كان دائما فوق الكعبين، وأحيانا كان ثيابه صلى الله عليه وسلم تصل إلى نصف الساق، لكن الأمر متعلق بالكبر كما قلنا لورود أحاديث أخرى. فكان ثوب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ربما ينزل عنه، لأن سيدنا أبو بكر كان رجل نحيف، وكان ربما ينزل عنه ثيابه أو يعني تفك ثيابه فتطول، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى حرصه على أن يرفع ثيابه كان يقول له أنت لست منهم يا أبا بكر، لا أو لست ممن يفعله خيلاء. ففهمنا من هذا أن النهي متعلق بماذا؟ بمعنى في القلب، وهو الكبر. فإذا المسبل هنا دليل على ماذا؟ على الكبر. إذن الله لا يغفر لمشرك، لا يغفر لمشاحن في هذه الليلة، لا يغفر لمن؟ لمسبل في هذه الليلة. في هذه الليلة يا جماعة، لأنه المشاحن مرتكب لذنب من الذنوب، وهذا الذنب إذا كان صاحبه مسلما فإنه إن شاء الله يرجى أن يغفر له، لكن هذه الليلة لها إيه؟ لها كود مخصوص معايا كده؟ لأن القرآن الله عز وجل نص فيه على أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشاحن يغفر له إن شاء الله إذا تاب، المسبل يغفر له إذا تاب،
أو يغفر له إذا أراد الله، أو يغفر له إذا ابتلي بمرض، أو يغفر له إن عذب في قبره فالعذاب يقوم مقام ذنبه، وهكذا. القصد هنا إن هذه الليلة لا يغفر فيها لهؤلاء لا أبدا، يعني ليس التشاحن كالشرك، ليس الإسبال كالشرك، ولكن في هذه الليلة، في هذه الليلة بالذات لا يغفر لهؤلاء. واضح كده يا جماعة؟ يبقى لا يغفر فيها لمشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى مسبل ولا إلى عاقل لوالديه ولا إلى مدمن خمر. طيب فضل هذه الليلة ينال الناس جميعا عدا مشرك مشاحن متكبر عاقل والديه مدمن خمر. خمس. قالت ثم وضع عنه ثوبيه، خلاص دخل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وتخفف، فقال لي يا عائشة تأذنين لي في قيام هذه الليلة؟ قلت نعم بأبي وأمي. الأدب النبوي مع السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقيم هذه الليلة اللي هي ليلة النصف من شعبان. قلت نعم بأبي وأمي. فقام فسجد ليلا طويلا، يعني سجد وقتا طويلا، حتى ظننت أنه قد قبض، فقمت ألتمسه ووضعت يدي على بطن قدميه فتحرك، يعني كأنها إيه؟ تلمس النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي فهم أنها تبحث عنه فتحرك، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم. ففرحت وسمعته يقول في سجوده أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلما أصبح ذكرتهن له، يعني كأنها لما سمعته حفظتهم وقالت النبي صلى الله عليه وسلم أنا سمعتك وأنت تدعو بهذا الدعاء اللي هو كذا وكذا وكذا. فقال عائشة تعلميهن، خليك حفظاهم. فقلت نعم. فقال تعلميهن وعلميهن، خليك حفظاهم وحفظيهم للناس. فإن جبريل عليه السلام علمنيهن وأمرني أن أرددهن في السجود. بدا الحديث الأول الذي نتعلم منه ما يقال في ليلة النصف من شعبان، اللي هو إيه بقى؟ أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك. أنت كما أثنيت على نفسك. طيب الثاني صلى الله عليه وسلم عنها قالت كانت ليلة النصف من شعبان ليلتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فلما كانت من جوف الليل تقطيه فأتبني على أحد النساء من عقابه فتوقعته بموتي فتوقعته في قدر النسائي فأنت به فانصرفت إلى قدرتي فإذا أنا به كالثوب الساقط وهو يقول في سجوده كالثوب الساقط، يعني لا يتحرك، يعني سجود النبي صلى الله عليه وسلم وجدته في البقيع. ما احنا لما نجمع بقى الاحاديث مع بعضها يبدا نكون الصوره. فوجدته هنا في الروايه دي ما قالتش وجدته فين، لكن الروايه الثانيه قالت لنا المكان، فهي وجدته في البقيع. طب وجدته على اي حال؟ الروايه الاولى ما قالتلناش، لكن الا قال لنا الروايه الثانيه قلت له وجدته كالثوب الملقى. يعني ايه بقى؟ يعني لا يكاد يتحرك في السجود صلى الله عليه وسلم، او كالثوب الساقط وهو يقول في سجوده في الخميلة اللي هو ايه اللحاف. وهي نفس معايا وقال ما هذا النفس يرقى من راك
إلا المشركين. طيب النبي قال أي واحد في الاثنين، أي دعاء في الاثنين؟ قال الاثنين، لأنه الرواية الأولى بتقول النبي صلى الله عليه وسلم قام فسجد ليلا طويلا، فطول الليل النبي ساجد ويدعو. فالورد لنا في هذه الرواية هو ما حفظته السيدة عائشة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو حفظت النبي السيدة عائشة بعض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت مرة بهذا الجزء وأخبرت مرة بهذا الجزء. وهذان الحديثان ضعيفان. احنا كنا المرة اللي فاتت قلنا كلام قد يفهم منه بعض الناس، وقد نبهني لي أخونا محمد صادق ربنا يكرمه، إنه قد يفهم بعض الناس من كلامنا إنه الحديث الضعيف يترك بإطلاق أو يرد بإطلاق. ده ما كانش منهج المحدثين. الحديث الضعيف لا يترك، الحديث الضعيف لا يترك مطلقا، ولكنه يترك في الاستشهاد به في مواطن الأحكام، يعني لا يبنى عليه حكم من حلال أو حرام. لكن الأحاديث الضعيفة عند كثير من أهل العلم يؤخذ بها في فضائل الأعمال، يؤخذ بها في ماذا؟ في فضائل الأعمال. وكلامنا عن ليلة النصف من شعبان في ماذا؟ في فضائل الأعمال. وقلنا المرة اللي فاتت إنه إذا كان حديث واحد ضعيف عندي ثم اعتضد بحديث آخر ضعيف، فبيرتقي لدرجة الحسن لغيره، فيصير من قسم ماذا؟ من قسم المقبول. ودول حديثين ضعيفين، يعني كل واحد منهم بيعضد الآخر، فبيصير الاثنين بمجموعهم من قسم المقبول أو الحسن لغيره كما قلنا المرة اللي فاتت. واضح يا جماعة؟ فما يغرقوش أو ما تتخدعوش من كلمة إنه حديث ضعيف. ممكن بعض الناس يقولك أحاديثه ضعيفة، ما احنا عارفين إن هي ضعيفة، والله عارفين إن هي ضعيفة وإنش حاجة، لكنك لما تجمع هذه الأحاديث بترتقي وفق الصنعة الحديثية عند المحدثين لدرجة الحسن. ثم إذا لم ترتقي فإحنا نتكلم في فضائل الأعمال، ويتوسع في فضائل الأعمال ما لا يتوسع في غيرها. ماشي. أصل الدعاء المشهور بين العوام. أصل الدعاء المشهور بين العوام. كان الدعاء الذي يقرأه الناس بعد قراءة الآيات المرئية في هذه الليلة لا أصل له بذكر كيفية معروفة. قراءة كثيرة ياسينة ثلاث مرات كل مرة جنونية، والثلاث والصلاة التي جمعناها بين الدعاء والدعاء هي الدنيا تقتصر لقضاء حالة معينة، كل ذلك باطل لا أصل له. ولا تصح الصلاة إلا بنية خالصة لله، بنية خالصة لله تعالى لا يؤدي غرض من الأغراض. قال تعالى وما فيه إلا يعمل الله من أنفسنا وجودنا. وحديث ياسين لما قرأت له كافر مقبول، ولما اضطر به كثير من الناس. فالذي اجتناب هذه الأمور تهديه العامة إلى السورة. يعني الناس أيضا كانوا في فترة من الفترات بيحيوا هذه الليلة بخلاف السنة، تمام كده؟ فكانوا يصلوا صلاة معينة يقرؤون فيها سورا معينة. طيب شيخنا يقول يعلم أن الدعاء الذي يقرأه الناس بعد صلاة المغرب من هذه الليلة لا أصل له. يبقى البدعة فين بقى؟ اعتقاد أن هذا الحديث له أصل، أو هذا الدعاء له أصل، أو اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء المعين. لكن لو أنت خدت هذا الدعاء باعتبار أن أنت حافظه، أو باعتبار أنه أنت بتحبه، أو باعتبار أنه قاله رجل صالح، ولم تعتقد انه هذا الدعاء وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعد بدعة؟ لا يعد بدعة، لا يعد بدعة، لانه احنا ما بنلزمش الناس، الشريعة لا تلزم الناس بوجوب الدعاء بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. مش لازم حضرتك لما تيجي تدعي تشوف ايه المأثور من الدعاء ولا تخرج عنه، ما حدش قال كده خالص في العلماء، ما حدش قال كده خالص. لك ان تدعو بما تشعر به، وأن تدلي أمام الله عز وجل بحاجتك بالألفاظ التي تختارها، ترى ألفاظ منضبطة لا تسيء إلى الله عز وجل، ولا تصف الله عز وجل بما لا يليق، ولا فيها تعدي، ولا فيها إلى آخر أدب الدعاء، تمام كده؟ فهو البدعة الأفين بقى في فعل هؤلاء الناس، البدعة في اعتقاد أن هذا الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما يجي يقول لك إن إحنا
بنقرأ سورة ياسين ثلاث مرات في هذه الليلة. البدعة تبقى فين برضو؟ في اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة في هذه الليلة ثلاث مرات، تبقى البدعة دي في اعتقادك هذا. طيب أنت لأنك تريد أن تتقرب إلى الله في هذه الليلة، إن وردت أحاديث في فضل هذه الليلة، فأنت عايز تتقرب إلى الله وتقرأ قرآن، وأنت تحب سورة الكهف أو تحب سورة ياسين أو تحب سورة الزمر أو تحب أي سورة من السور، فقعدت تكررها، هل نقول لك إن ذلك بدعة؟ ما نقدرش نقول لك إن دي بدعة إلا إذا اعتقدت إن هذا التكرار له فضل معين، أو إن هذا التكرار فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اعتقادك ده هو البدعة. لكن أنت هذه أي سورة في أي وقت من الأوقات، في أي وقت في السنة، نصف من شعبان أو غيرها، وهتقعد تكرر هذه السورة عدد من المرات لأنك بتحبها، ما نقدرش نقول لك بدعة، ولا يقال لك بدعة إلا إذا اعتقدت أن هذا التكرار بعينه سنة، أو إن النبي عمل كده. ليه؟ لأنه في أوامر عامة باستحباب قراءة القرآن، في أوامر عامة باستحباب ذكر الله، فأنت فعلك هذا يدخل في هذه الأوامر الإيه؟ الأوامر العامة. أنت عملت إيه غير قراءة القرآن؟ وهل حث ربنا على قراءة القرآن أو لا؟ وهل ربنا نهى عن إن إحنا لا نكرر سور القرآن؟ لم ينهى عن ذلك. يبقى إذن أنت فعلك هذا يدخل في ماذا؟ في الأوامر العامة النبوية والقرآنية الدل على قراءة القرآن والحث عليه واستحباب ذلك والتقرب إلى الله عز وجل بهذه التلاوة وكذا. يبقى إذن كلام الشيخ هنا ينبغي فهمه على هذا النحو، واضح؟ لأنه الشيخ نفسه، الشيخ عبد الله بن الصديق نفسه، هو اللي احنا قرأنا له مع بعض قبل كده رسالة ايه؟ حد فاكر؟ رسالة ايه؟ حسن التفهم والدرك لمسألة الترك، ورسالة البدعة، مش كده؟ اسمها ايه بقى؟ حد يفكرنا كده باسمها؟ اسمها ايه الرسالة اللي احنا قرأناها؟ الشيخ. فهو احنا كنا قرأنا كلام الشيخ في تحقيق معنى البدعة، وقلنا انه البدعة تكون عند اعتقاد معين مخالف للسنة، لكن انك تعمل عمل من الاعمال وتخصصه بيوم من الايام دون ان تعتقد ان هذا التخصيص سنة، فعملك هيبقى داخل تلقائيا في ماذا؟ في الاوامر العامة الدالة على استحباب هذا العمل. تمام كده؟ اتقان الصنعة، صح؟ اتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة. طيب، وقراءة سورة ياسين ثلاث مرات في كل مرة بنية، والصلاة التي يصلونها بين الدعاء والدعاء بنية خاصة لقضاء حاجات معينة، كل ذلك باطل لا أصل له. الكلام بتاع الشيخ هنا بصراحة فيه عليه تعليق، وهو هل هو بعد كده قال لك إيه؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بنية خالصة لله لا لأجل غرض من الأغراض. الكلام ده غير دقيق، لأن الإخلاص درجات، الإخلاص درجات، لا يقدح في الإخلاص إنك تعبد الله عز وجل لغرض تحقيق أمر دنيوي، هذا لا يقدح في الإخلاص، إنك تكون بتصلي عشان ربنا يشرح صدرك، أو بتصوم علشان الصيام بيخليك خفيف، لكنك تصوم لمن؟ لله، وفي نفس الوقت لماذا؟ لتحقيق غرض دنيوي، هذا لا ينافي الإخلاص، ولكنه أقل درجات الإخلاص. أهم حاجة إذا سألناك وقلنا لك لماذا تصلي، هل بتصلي علشان الناس تمدحك ولا بتصلي لله؟ إذا قلت لله وأيضا في عندي غرض آخر إن ربنا يكرمني في الدنيا ويبارك في عيالي ويوسع رزقي وكذا، نقول لك لا بأس، ده لا ينافي الإخلاص، لكنها أقل درجات الإخلاص. أعلى منه إنك تكون بتعمل العمل الله وأنت ترجو الدار الآخرة، فأنت بتصلي بتصوم بتحج بتسبح بتقرأ قرآن، لماذا؟ لغرض أن ربنا يكرمك في الآخرة ويرفع درجاتك في الآخرة ويحشرك مع النبي في الآخرة ويدفع عنك عذاب الآخرة. الدرجة الأعلى في الإخلاص أنك تفعل العمل لله، لا تنظر لا لدنيا ولا لآخرة، ولكن لأن الله عز وجل أمرك بهذا وهو مستحق لهذا. كل دي ثلاثة دول اسمهم إخلاص. تمام كده؟ فإذا كان في واحد بيصلي ركعتين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك، يعني مش عارف الشيخ كتب الكلام ده ازاي الحقيقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك، في حاجة اسمها ركعتين قضاء حاجة، ركعتين قضاء حاجة، وفي ركعتين استخارة، والاستخارة قد تكون في الأمور الدنيوية، أليس كذلك؟ فقد يفعل المسلم العبادة
بنية ماذا؟ تيسير أمر دنيوي أو لتحصيل أمر منفعة دنيوية وكذا، وهذا لا ينافي الإخلاص، لا علاقة بالإخلاص، طالما أنك تفعل هذا لله وامتثالا لما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء بنية، استني شوي، والدعاء بنية خاصة لقضاء حاجة معينة لا يطول ولا أصل له ولا تصح الصلاة إلا بنية خالصة لله تعالى، لا إشكال في هذا يا مولانا، لا لأجل غرض من الأغراض، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انتهينا من دين الحمد لله. طيب، ثم يقول الشيخ وحديث ياسين لما قرأت له باطل مكذوب، ده صح، ياسين لما قرأت له ليس حديثا، خلاص كده ليس حديثا، فمعنى ذلك أن حضرتك لا يصح أن تقرأ سورة ياسين وأنت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياسين لما قرأت له. لكن لو جينا احنا بقى قلنا لك في علم من علوم القرآن اسمه علم خواص القرآن، في علم من علوم القرآن اسمه علم ايه؟ خواص القرآن، لأن السيوطي ذكره في الإتقان وفي كتب. هذا العلم مبني على المجربات، الأمور المجربة، سواء جربها الصحابة رضي الله عنهم أو جربها الصالحون. فالناس اللي جربوا سورة ياسين قالوا ياسين نافعة في قضاء الحوائج، عشان كده تلاقي العوام يقول لك اقرأ عليه عدية ياسين، ربنا يجيب أجله على طول. ليه من كده؟ ليه؟ لأن هم قروها في حوائجهم، ها، فكان الله عز وجل يسر لهم. حتى بعض مشايخنا كان لسه لما كان ايام ما كان لسه طالب، كان رايح خلاص خلص رساله الدكتوراه ورايح بقى اللجنه، وكان فيه في اللجنه واحد مناقش صعب جدا ما حدش بيفوت من تحت ايديه، فبيقول انا دعوت الله سبحانه وتعالى في هذه الليله دعاء شديدا، وزرت سيدنا الحسين ودعوت هناك ومش عارف وكذا. فبيقول الشيخ رحت لقيته متلجم مش قادر يتكلم، يعني ايه ما اتكلمش كلام ينقض في الرساله او كذا، ما كانه مش قادر يتكلم، مش قادر يطلع الكلام. فالشيخ في وسط الكلام انه قرأ صالح برضه قال له انت قاري عليه عديه ياسين ولا ايه يا شيخ فلان؟ قاري سوره ياسين قبل ما تيجي ولا ايه؟ فايه فكده حاجات كده. فهو معروف ان سوره ياسين مجربه، لكن ان حضرتك تقراها وانت تعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بفمه ياسين لما قرات له، لا، نقول لك غلط، ده حديث مكذوب، وإذا قلت هذا الكلام ورددته تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن شفاء، كله القرآن كله شفاء، فإذا حضرتك خدت من واحد صالح أنه جرب هذه ونفعت، فلا بأس أنك تجرب ما جرب هؤلاء الناس. وإحنا في كل الأحوال بنقول لك لا تعتقد أنه في فاعل في الكون غير الله، فإحنا مش نقول لك ياسين تفعل بذاتها. احنا اول درس في التوحيد بنعلمه للناس لا فاعل الا الله. امال ايه ياسين؟ ايه قراءه القران؟ ايه الذكر؟ ايه صلاه قضاء الحاجه؟ ايه صلاه الاستخاره؟ كلها اسباب، اخذ بالاسباب فقط. واضح كده؟ فانت لما حد صالح يقول لك اقرا سوره ياسين يقضي الله حاجتك، وقراتها بنيه الاسترشاد بقول الصالحين دون ان تعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياسين ما قرات له، وأنت تعتقد أنها من باب الأخذ بالأسباب، وأنه لا فاعل إلا الله، وأنه قد تجاب أو لا تجاب، يقول لك فعلك هذا لا نستطيع أن نسميه بدعة أو مخالف للشرع. فهم كده يا شباب؟ وإن اغتر به كثير من الناس. ينبغي اجتناب هذه الأمور وتنبيه العامة إلى اجتنابها وتعليمهم ما ينبغي فعله في هذه الليلة مما ورد في الأحاديث السابقة، فهي وإن كانت ضعيفة خير من فدعاه الناس، والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. يعني احنا من الافضل ان احنا اذا وجدنا الناس يفعلون ذلك نقول يا جماعه الافضل انكم تكتفوا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلوا قيام، تقرأوا من القران ما تستطيعون، تتبرأوا من المظالم، تصالحوا الناس، تصلوا الرحم اللي مزعل منكم ابوهم ويروح يصالحهم، يجيبوا لهم هديه علشان تنالوا فضل هذه الليله، اللي في قلبه منكم كبر يتخلص من هذا الكبر ويتواضع لخلق الله وهكذا. يبقى اذا ايه؟ ندل الناس على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إذا لقينا حد بيعمل غير كده، مش مباشرة بقى ننطلق كلمة فع أنت مبتدع، لا، لازم نقول له تعالى تعمل كده ليه؟ تقرأ سورة ياسين ليه؟ يقول له أنا بحب الصورة دي. نقول له طب خلاص ما فيش مشكلة، بس اوعى الحديث دوت ما فيش حديث ولا حاجة، ده هي كده لوحدها يعني مجربة.
اقول لك ما انا فاهم انت يعني انا فاهم الكلام ده انا فاهم انا برضو جربتها قبل كده ونفعت معايا فكده ما نقدرش نقول ايه متبع واضح يبقى اذا ايه فهي وان كانت ضعيفه عن الاحاديث الوارده في فضل هذه الليله خير ما ابتدعه الناس والضعيف يعمل به في فضائل الاعمال بشروط معروفه في محلها وقد ذكرتها بامثلتها في مقدمه الاربعين الغماريه نعم وردت يلا يا احمد نعم ورد الجمل من هذا الدعاء عن ابن مسعود وقد اخذ ابن ابي شيبه بن محمد وابن ابي سعيد الدعاء عن فؤاد في حاجه هنا برضو مهمه جدا ينبغي التنبيه اليها وهي ان احنا وان كنا نقول انه يعني يجوز للمسلم ان يدعو الله عز وجل بما اراد وبما فتح الله عز وجل عليه ويجوز للمسلم ان يقرا من القران ما شاء وان يردد وان يقرا من سور القران ما شاء لكن يستحب لهذا المسلم ان يلتزم الوارد يعني اذا قلت لي ايهما افضل يعني الشيخ ادعو بالادعيه التي نطق بها رسول الله ولا الف دعاء من عندي اقول لك لا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه لان الاصل في الشرع الاصل في الشرع انه جاء ليخرجنا من داعيه اهوائنا فانت لما بتدعو او بتعمل عمل معين ينبغي فيه الاذن وهذا الاذن اما ان يكون اذنا عاما او اذنا خاصا الاذن العام عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي اذن لك بهذا الدعاء في هذه الليله النبي اذن لك بقراءه القران بهذه الطريقه فانت ما تجيش تعمل حاجه من عندك تمام كده أو ابن خاص من شيخك المربي أو من رجل صالح تثق فيه أو كذا واضح كده حتى تخرج من داعية إيه؟ من داعية هواك عشان ما تبقاش أنت اللي بتشرع لنفسك لكن مع ذلك إحنا عندنا الآن موازنة عندنا إيه؟ موازنة مش هنقول اللي بيدعي من عنده أدعية ألفها هو أنت مبتدع مش هنقول اللي بيردد صور معينة من القرآن أنت مبتدع لكن هنقول له يستحب أن تخرج من داعية هواك وأن تلتزم ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هيكون في الخير وهيكون في البركة أفضل مما تؤلفه أنت أو مما تصنعه أنت لنفسك واضح كده يا شباب ده الاعتدال هو ده الإسلام الوسط الجميل اللي احنا عايزين الناس يعرفوه طيب فقد أخرج ابن أبي شيبة محترم على رزقي خمس ايام العسر رزقي ربيتني عندك غريبا انك تقول في البدايه والتي انزلت كنت الله من عذاب يطلب من عذاب شنو البدايه هذا اكل دعائك موالدا وهو مع ضعفه غير مقيد بليله نصف شعبان ولا بساعه من ساعته ثم هو مبين على جواز النحل وسبيتك الايات والشقاء والسعاده وفي ذلك خلاف بين العلماء من اصحابه وغيره ليس هذا محل مقصود يعني العلماء مختلفين في معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب هل ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ انه اذا كتب فلان غني فلان هيكون فقير فلان هيتجوز سنه 2015 فلانة هتخلف سنة 2020 وهكذا لأن كل هذه الأمور كما نعلم كتبها الله وقدرها قبل أن يخلق الخلق احنا عارفين كده يا أخوانا احنا عارفين كده ولا الكلام ده أول مرة نسمعه الله عز وجل أول ما خلق القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما يكون ما كان ويكون إلى قيام الساعة فربنا لما بيخلق الخلق قدر أرزاقهم وشقيهم سعيدهم وغنيهم فقيرهم إلى آخره طيب بناء على ذلك هل ما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ هل يمكن تغييره أو لا يمكن تغييره العلماء اختلفوا في هذا والرأي المقبول من هذه الآراء هو أنه بعض ما كتبه الله عز وجل يمكن تغييره لأنه مكتوب على صفة معينة مكتوب على صفة أنه
يمكن تغييره، وده اللي بيسموه قضاء المعلق. وبعض ما كتبه الله عز وجل لا يمكن تغييره لأنه من القضاء المبرم. فاحنا عندنا القضاء كده ايه نوعين، قضاء معلق وقضاء ماذا؟ قضاء مبرم. القضاء المبرم زي الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. القضاء المعلق زي النجاح والسقوط، زي الرزق زيادته ونقصانه، زي البركة في العمر، لأن هذه الأمور بتكتب في اللوح المحفوظ مع أسبابها. يعني فلان إذا ذاكر هينجح، يعني إذا أخذ بالأسباب ينجح، والأسباب كثيرة، منها المذاكرة، منها الدعاء، منها بر الوالدين، منها كذا إلى آخر، كل دي أسباب معايا إزاي. فالقضاء منه معلق ومنه قضاء ماذا؟ قضاء مبرم. طبعا مشيئة الله عز وجل سابقة، سابقة على الكتابة في اللوح المحفوظ. يعني قبل الكتابة في اللوح المحفوظ كان في مشيئة أزلية سابقة على مسألة الكتاب. الموجود في المشيئة الإلهية لا يتغير. ليه؟ لأن المشيئة الإلهية علم الله عز وجل، وعلم الله صفة الله، وصفات الله لا تتغير ولا تتبدل. معنى ذلك إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أزلا أنت هتعمل إيه، وإن كتب في اللوح المحفوظ لاحتمالات، وإن كتب في اللوح المحفوظ لاحتمالات، فربنا يعلم أزلا أنت هتختار إيه، وأنت عنده شقي أو سعيد، وكذا أو كذا. واضح؟ فمشيئة الله الأزلية سابقة على الكتابة في اللوح المحفوظ. واضح كده يا أخوانا؟ فمشيئة الله سابقة على العلم وعلى الكتابة في اللوح المحفوظ. واضح؟ طيب، وفي ذلك خلاف بين العلماء من الصحابة وغيرهم، ليس هذا محل بسطه. ماشي. أما ما زيد؟ أما ما زيد بالمعلم بعد ذلك القريب إليه التجلي الأعظم في بلد النصر من شعبان المفضل إلى أخيه، وهو من دراسة الشيخ ناقل العينين الشيخي، وقراه في كتاب معرفة الولايات. الشيخ نائل عينين من الناس اللي كتبوا في التصوف، الكتاب مشهور وبيتباع اسمه نعت البدايات وتوصيف النهايات. يذكر فيه بعض آداب المريدين وآداب المشايخ والبدع اللي طرأت على التصوف ومش عارف وصفات الشيخ المربي وأمور كثيرة مفيدة. فهو من زيادة الشيخ ماء العينين، وكتب هذا الشيخ وكتب هذا الشيخ ملأ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة لأنه لم يكن من أهل الحديث. ودي آفة من آفات كثير من الكتب المؤلفة في التصوف. إن لم يكن شيخ التصوف عالم بالأحاديث فهتلاقيه بيعمل إيه؟ بيملأ هذه الكتب بالأحاديث الموضوعة، زي ما وقع لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء. لكن مع ذلك امتلاء هذه الكتب أو وجود الأحاديث الضعيفة في هذه الكتب لا يمنع من الاستفادة منها. واضح كده؟ يعني من يلقش الكتاب نقول له خلاص الكتاب ده ما ينفعش خالص لان انت جايب فيه احاديث ضعيفه او موضوع. لا، الحديث الضعيف هنعرف انه ضعيف، الموضوع هنعرف انه موضوع، والكتاب هتلاقيه مليء بالفوائد. يعني كتاب احياء علوم الدين لا مثيل له ولا بديل له. معايا ازاي؟ فهتستغنى عنه ازاي؟ يعني نعرف بس الحديث اللي موضوع اللي فيه هو حديث كذا، ده خلاص نصرف نظر عنه وهكذا. يبقى يستفاد من الحسن الموجود في الكتاب ويطرح ما فيه اشكال. كتاب الشيخ ماء العينين هذا نعت البدايات فيه ما في كتب الشيخ أبو حامد الغزالي، لأنه لم يكن من أهل صناعة الحديث. واضح كده يا جماعة؟ طيب هي العيش على كم؟ 8:05. طيب، أن هذه الليلة تنشط فيها الأجاب، قال الله تعالى في أول سورة القرآن: إن أنزلنا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مجرمين فيها يطرق كل أمر حكيم. الآية: فذهب أكواج وغيرهم والمفسرين إلى أنها ليلة نصف من شعبان، ووردت بذلك أحاديث ضعيفة بعضها أشد ضعفا من بعض، ولا بأس أن نذكرها إثنين بالفائدة. المقوس الحديث الأول: أخرج الخطيب في التاريخ من طريق عامر بن سياسات الولايات. يعني تنسخ فيها الآجال، يعني ايه تنسخ فيها الاجال؟ يعني تغير فيها الاجال. واحنا قلنا ان اجال الخلق صحيح انها لا تغير،
لا تغير، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب، في حديث ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن بعض الأعمال تزيد في العمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. في معنى ينسأ له في أثره يعني يصير الله عز وجل في عمره. فالعلماء قالوا إصالة العمر هنا معناها إصالة البركة، إصالة العمر هنا معناها البركة في العمر، يعني الشخص دوت هتلاقيه عاش زي غيره من الناس لكنه عمل أعمال عظيمة كأنه عاش أضعاف عمره. لما تيجي تشوف واحد زي الإمام النووي مثلا عنده 45 سنة ما فيش بيت من بيوت المسلمين إلا فيه كتاب من كتبه، فهو لما تيجي تشوف تستغرب جدا أنه نفس السن ده. احنا عندنا الشباب يبدأ عمرهم بعد 45 اصلا، يعني يبدأ خلاص يبدأ بقى حياته ويستقر بعد 45 ولسه بدأش. الإمام النووي حياته ألف ودرس وعمل وراح وجه وطلب العلم وكتب كتب تملأ الدنيا كلها وفيها البركة، وانتهى عمره عند 45 سنة. فده ايه؟ دي بركة، ده معنى البركة. الحديث الأول النحل بأن كثير أبهد مسارة من عاقبة أقوالة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان في اللفظ حتى يصله برمضان ولم يكن يصوم شهرا تاما إلا شعبان، فإنه كان يصومه قليلا. فقلت: يا رسول الله، إن شعبان لم يبق حتى الشهور إليك أن تصومه. فقال: نعم يا عائشة، إنه ليس نفس البنيه بسنة إلا أشهر وأربعون في شعبان، وأحب أن يذكر أجلي لأن في عبادة ربي وعمل طعام الصوم. رواه أبو يعلى. الحديث الثاني: أخذ الضيفين في كتاب التعريف الكبير عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يصلي ليلة نصف من شعبان، فقالت: في هذه الليلة يكتب كل مولود وهالك من بين آلة، وفيه وفيها تقطع أعماله وتنزل قال البيهقي: في هذا الإسناد بعض من يجهل، يعني بعض رواة الحديث لا غير معروفين، لا نعرفهم أو لا يعرفهم رواة علماء الحديث. الحديث الثالث: أخرجهم حميد بن الجويد وبيهقي مع أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع الآذان من شعبان إلى شعبان حتى أن رجلا لا يملك ويولد له وقد خرج اسمه في الموقف. الحديث الرابع: أخرج الخطيب في، يعني وفقا لمفهوم هذه الأحاديث أن ليلة النصف من شعبان يكتب فيها ما يكون طيلة العام، ما يكون للرجل ثلاثة، يعني هو في هذه الليلة تزوج ليلة النصف من شعبان ثم هو مكتوب في هذه الليلة أنه سيموت، مع أنه حاله الآن أنه إيه؟ توا متزوج. ليه؟ لأنه المعنى أنه كتب في هذه الليلة ما سيكون من أمره في طيلة العام القادم. ماشي. أخرج الخطيب في رواية الأجل أن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح الله الخير في أربع ليالٍ، ليلة الأضحى وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان، ينسق فيها الأجل والأرزاق، ويدخل فيها الحج، وفي ليلة عرفة إلى الآذان. الحديث الخامس: قال حميد بن الجويد حدثنا عبد الله بن صالح. النسخ هنا، النسخ هنا معناه الكتابة، النسخ هنا معناه الكتابة. قال حميد بن الجويد حدثنا عبد الله بن صالح كان البيتي حدثنا، كان ذي يعني حدثنا، إن كانوا بيكتبوها كده اختصارا يعني. حدثنا الليلي عن عصير عن الجهري قال: أخبرنا عثمان بن هو طبعا ما حدثكش أنت، فلذلك كانوا بيستحبوا أنك لما تقول حدثنا تقول قال حدثنا، قبل كل حدثنا القارئ يقول قال حدثنا، إنه ما حدثكش أنت كده. قال: أخبرنا عثمان بن محمد بن المغيرة ابن الأخنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقطع الآذان من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل ينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموقف. قال الدراوي:
قال وحدثني أيضا عثمان بن محمد بن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم طلعت شمسه إلا يقول من استطاع أن يعمل فيه خيرا فليعمله فيه خيرا هو حديث مرسل. قلنا مرة حديث مرسل يعني ايه؟ من رواية التابعي، التابعي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر الصحابي الذي روى عنه الحديث. الحديث الثالث اخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر اكثر صياما من في شعبان، فانه ينفق فيها اوراق الاحياء في الاموال حتى ان الرجل يتزوج وقد رفع اسمه في يمين، وان الرجل يحج وقد رفع اسمه في يمين. الحديث السابع اخرجت بين الليل في مجالسه الراشد بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليله النصف من شعبان يوحي الله الى ملك الموت وقبل كل نفس يريد قبضها في تلك السنه. هذا حديث مرسل. الحديث الثاني أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء اليسار قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر أكثر صياما من في شعبان، وذلك أنه ينفق فيه أجل ما ينفق في السنة، فهذا مسلم أيضا وآخره مقطوع. هذه الأحاديث هي مسكنة من قال إن ليلة النصف من شعبان تنسخ فيها الأجل والأجل وغيرها، كما سبق أن يمكن وورد مثل ذلك عن عطاء وقد روى ابن ابي الدنيا عنه قال اذا كان ليله النصف من شعبان دفع الى ملك الموت صفيفه ويقال تكذب من في هذه الصفيفه، فان العبد يجلس الفراسه وينفق الازواج ويبني البنيان فان اسمه قد نسخ في الموت. وهكذا في كل ليله، يعني يمكن الواحد في كل يوم يبقى عمال يبني البيت وهو مكتوب عند الله خلاص اسمه نزل في سجل من سيموت هذا العام، عمال يحوش في البنوك وبيفكر هيعمل ايه في البورصة او هيشتري ايه من الاراضي ويعمل ايه من البيزنس، وهو يعني خلاص ملك الموت مستني بس الاشارة. كما قلت القرآن يفيد خلاف ما أفادته لأن الله تعالى قال ده أمر بقى آخر يا إخواننا لازم تبقوا برضو واخدين بالكم منه، وهو إن هذه الأحاديث نعم ضعيف، ونعم هذه الأحاديث قد ترتقي إلى درجة الحسن، لكن العلماء لما بيجوا ينظروا لهذه الأحاديث ثم إذا وجدوا في القرآن ما يعارضها، لما يكون عندك كده كفتين ميزان هتحط الكفة حديث وزنه انه حسن لغيره خلاص كده، والقرآن اللي هو وزنه انه متواتر، اي كفة ترجح؟ القرآن طبعا، واضح كده؟ فانت مش معنى ان الحديث حسن او حتى صحيح انه ينبغي ان يعمل به، وده من الجهل المنتشر، الناس يفتح كتاب الحديث ايوه لقيت حديث الناس ما بتعملش بيه، انتوا الناس ضيعوا الدين، ليس كل صحيح يعمل به، ليس كل في احاديث صحيحه ترك العمل بها، ليه؟ لان فيها علل قادحه، ليه؟ لانه في ادله اقوى منها او لانها منسوخه وهكذا. فاذا لذلك احنا بنفرق بين صنعه الحديث وصنعه الفقه، فبنقول لحضرتك الأحكام تاخدها من أهل الفقه، الأحاديث تاخدها من أهل الحديث، المحدث لا يستنبط الأحكام، مين اللي يستنبط الأحكام؟ الفقيه. فأنت لما تيجي تسأل عن حاجة في أمر الدين افعل ولا تفعل تاخدها مش من المحدث ولكن تاخدها من الفقيه، عشان هو اللي عنده الصنعة دي،
يقدم إيه من الأدلة ويأخر إيه من الأدلة، يرجح إيه على إيه، يجمع بين إيه وإيه، صنع صنع وعلم كبير ماشي. فهو الأحاديث دي الشيخ هنا بيرجح عليها ماذا؟ يرجح عليها آيات القرآن الدالة على خلافها، فهم كده؟ طيب، لكن هذه الأحاديث ضعيفة كما قلنا، والقرآن يفيد الله أحمد القرآن يفيد خلاف ما أخبرك، إن الله تعالى قال إن من بناه في آية مباركة إن كنا مجرين فيها رسل وكل كل أمر سبيل الآية، ثم قال تعالى إن من بناه في ليلة الصدر، فأخذت هذه الآية أن الليلة المباركة في سورة الدخان هي ليلة الصدر، فلا ليلة الرسل مش عليها. يبقى إذن هنا العلماء فسروا القرآن بالقرآن، فربنا قال في أول سورة الدخان إنا أنزلناه اللي هو إيه؟ القرآن في ليلة مباركة، جلنا عكرمة وقال الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان، لما قرأنا بقى القرآن في سورة القدر وجدنا أن الله عز وجل يقول إيه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر فين؟ في شهر رمضان، الله عز وجل أيضا يقول ها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى إذن الليلة المباركة ليست ليلة النصف من شعبان ولكنها ليلة ماذا؟ ليلة القدر. إذن لن نعمل بهذه الأحاديث حتى وإن ارتقت درجة الحسن، وسنعمل بالقرآن ونقول إنه الليلة المباركة هي ليلة ماذا؟ ليلة القدر. دي طريقة بيسموها طريقة الترجيح، ماشي كده؟ طريقة ماذا؟ الترجيح. والعلماء إذا تعارضت عندهم الأدلة، منهم من يقدم الجمع على الترجيح ومنهم من يقدم الترجيح على الجمع، صلى الله عليه وسلم. مين درس أصول فقه؟ طيب إحنا عندنا دلوقتي لما الأدلة تتعارض، لما يكون في أدلة زي ما أنتوا شايفين كده، أحاديث بتقول حاجة والآية بتقول حاجة تانية، أو حديث بيقول حاجة وحديث آخر بيقول حاجة تانية، زي مثلا الحديث احنا لسه قايلينه من شويه اللي هو حديث من جر ثوبه او من جر ازاره ففي النار، خلاص كده. والحديث الاخر كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر لست ممن يفعله خيلاء، فده ايه؟ نفهم منهم ايه بقى؟ ايه حكم دلوقتي الاسبال؟ ها في النار ولا عادي؟ في النار ولا عادي؟ اما ان نسلك طريق الجمع او طريق الترجيح، خلاص كده، ده منهج وده منهج. غالب العلماء بيسلكوا طريق الترجيح، يقولوا الترجيح اولى من طرح قصدي الجمع اولى من طرح بعض الادله، يعني لما بترجح معناها انك اعملت كل الادله، يعني اعتبرت كل الادله لكنك رجحت بعضها على البعض الاخر، خلاص كده. طريقه الجمع اولى من ماذا؟ أولى الترجيح، لأن الجمع معناه تاني معلش إن الجمع معناه أنك أعملت كافة الأدلة، خلاص كده، فأنت جمعت بينها. طيب الحديثين اللي معانا دولت عشان نجمع بينهم هنقول إيه؟ إنه أيوة صح، من جر ثوبه ففي النار، معناه إيه يعني؟ من جره خيلاء، يبقى كده الحديث اشتغل ولا ما اشتغلش؟ اشتغل. الحديث الثاني هيشتغل ولا هنوقفه ونطرحه؟ هيشتغل، لست ممن يفعله خيلاء، يبقى إذن جر الثوب لا على سبيل الخيلاء لا شيء فيه، يبقى كده الحديثين كل حديث اشتغل، لكن كل واحد ليه مجال وليه موقف معين بيعمل فيه. فاحنا كده عملنا ايه؟ جمعنا بين الأدلة. في منهج آخر بقى هو منهج الترجيح، يقولك لا نشوف أيهما أصح أيهما أثبت ونأخذ به، تمام كده. فدول منهجين. هنا الشيخ بيقول ان الاحاديث ضعيفه وافادت خلاف ما افاده القران، تمام. فافادت هذه الايه ان ليله يلا ثاني احمد إضافتها ومقارنة القرآن لها، وهذه طريقة للتجريب ولكن تسمع طريقة الجمع. طيب احنا عندنا في لما يبقى عندنا أدلة كثيرة إما أن نجمع أو نرجح، عندنا أدلة متعارضة إما أن نجمع أو نرجح،
الجمع عادة هو مذهب طريقة الشافعية. طريقة الشافعية هي الجمع ثم الترجيح. إذا عجزوا عن الجمع بين الأدلة يلجؤون إلى الترجيح. الحنفية العكس، يرجحون إذا عجزوا يجمعون، يعني عندهم الترجيح ثم الجمع. ماشي. ولك أن تسلك طريقة الجمع بما رواه المطروحة بين عباس رضي الله عنه وقال إن الله يقبل الأقضية في إلادة إلادة من شعبان ويقدمها إلى أولادها في إلادة إلادة الطفل. وحاصل هذا أن الله تعالى يقضي ما يشاء في صلاة المقبول ليلة النصف من شعبان. وإذا كان ليلة الطفل يبقى الجمع مروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ماذا قال سيدنا عبد الله بن عباس؟ إن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا بهذه الأحاديث التي تقول إن الله عز وجل يكتب في هذه الليلة آجال وأقدار وأرزاق الناس. خلاص كده؟ طب ازاي في القرآن ربنا بيقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وربنا قال فيها يفرق كل أمر حكيم؟ مش كده؟ يفرق كل أمر حكيم، يعني أقدار وأجال الناس تفرق في الليلة المباركة اللي هي ليلة القدر. فقال لك ربنا بيقضي في ليلة النصف من شعبان ثم تسلم إلى أربابها إمتى؟ يبقى كده الأدلة كلها عملت، ففي هذه الليلة عمل وفي هذه الليلة عمل آخر، فتصدق كل الأدلة. وده كلام مين؟ كلام سيدنا عبد الله بن عباس. ماشي. ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. يعني يسلمها إلى أربابها، يعني الملائكة موكلون بتنفيذها وتصريفها. يعني اللي هيموت هيروح عند في سجل الموت عند مين؟ عند بتاع الموت، مش كده؟ اللي هيزيد رزقه هيروح في سجل الأرزاق عند مين؟ عند بتاع الأرزاق، وهكذا. وحاصل هذا يعني جات الحمد لله لوحده. كل ملك يتسلم ما نيط به، كل واحد يستلم سجل شغله امتى؟ ليلة القدر، فيها يفرق كل امر حكيم. وقوله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم أشار إلى هذا. والله أعلم حيث قال يفرق ولم يكن يفرق ويفتح والفرق وتمييز بين الشيئين. الآية تشير إلى أن المقضيات تفرق لأنها على الملائكة الموكلين به. أما كتابتها وكده الحمد لله رب العالمين، جمعنا بين الأدلة ونقدر نقول مطمئنين إن ليلة النصف من شعبان تكتب فيها الآجال والأرزاق، تكتب يعني يقضى أو يقضي الله عز وجل بها في ليلة النصف من شعبان، ثم تسلم إلى الملائكة في الليلة التي يفرق ويميز فيها كل أمر حكيم، هي ليلة القدر. فبهذا يجمع خير صدعها. والحمد لله رب العالمين. من لا يغفر لهم في هذه الليلة؟ تفضل المولى. من لا يغفر لهم في إذا تعملت الحديث الذي أردناها ورفها تقدر بحمود معصرة الجنة في ليلة إلا أشراف المعاملين لا رسولهم مغفرة الله تعالى ولا تنبيهم رحمته وعياذ بالله بتصافهم بصفات قبيحة وتلبسهم بخلال سنين إلا من تاب منهم وصرح فإن الله يسير عليه في رجل سنهاته. طيب ألا تشملهم مغفرة الله متى؟ في هذه الليلة لا بإطلاق، لا بإطلاق. طيب كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأولئك أسماء الأشخاص المحرومين من المغفرة في هذه الليلة لتجتنب ما قلنا بسببها. إن الشرك لظلم عظيم.
المشرك ودليل دينه أن يكرم ويمنع لأنه مرتكب أكبر الذنوب أن يكرم ويمنع وتربص بأرض الظلم كما قال الله تعالى إن الشرك لدين عظيم وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذكر المشرك باستخدام إلى المغفرة كافر وهو الذي لم يعترف من دين الإسلام وقوله تعالى طيب العلاقة بين المشرك والكافر أيهما أعم؟ الكافر أعم، الكافر أعم، المشرك أخص، لأن كلمة الكفر تشمل المشرك وتشمل المنكر الأديان وتشمل الثانوي وتشمل اللي بيعبد النجوم وبيعبد الملائكة، كل ده اسمه إيه؟ اسمه كفر. المشرك هو الذي يعبد الله ومعه غيره، فهو أشرك مع الله غيره، مش كده؟ فالمشرك ومن باب أولى من لا يعبد الله أصلا ولا يعبد إلها أصلا، مش كده؟ فصيحهم يمنعهم مهدره من جاء فهو الذي في قلبه حقبا على أخيه المسلم جهرا في المسيح فهذا الحقب يعني استنوا عليهم كده ما تغفروا لهمش حد ما يتصرفوا، بعد كده يغفروا لهما. قال أبي داود إذا كانت الفكرة لله فليس من هذا مشاكل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بعض نسائه 40 يوما وابن عمر هدر من له إلى أن قلت للحاضر السويدي في هذا الموضوع رسالة لطيفة اسمها أثبته بالنفس، ثم بعد قناه في معنى الشحناء هو المشهور، وقيل بل الشحناء من يعنيه من المعبرة هي الفكر على صحابة ومنظومة. طيب الشحناء، ما معنى الشحناء؟ التشاحن هنا معناه ايه؟ التباعد، يعني كل واحد منهم ما بيكلمش التاني، خلاص كده. قال أبو داود إذا كانت الهجرة يعني التباعد، أنت هجرته بعدت عنه لله، وفي هجرة للنفس وفي هجرة لله، أنت هجرته لأنه عاصم، هجرته لأنه يجاهر بالفسق، هجرته لأنه لا يطيع الله كذا، ففي هجرة لله أنه يأكل مال الناس بالباطل إلى آخره، فليس من هذا بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعض نسائه 40 يوما. النبي لما هاجر بعض نسائه كان بسبب إيه؟ إنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، سبب النبي صلى الله عليه وسلم غضب منهم. وابن عمر هجر ابنا له إلى أنات، والهجرة دي معناها هجرة الإيه؟ هجرة في الله، خلاص كده. عشان كده العلماء اللي يتكلموا عن الصحبه وشروط الصحبه وكذا، ولما جم يتكلموا انه المسلم لا يحق له ان يهجر اخاه فوق 3 ايام، وانه متى يصاحب الانسان الفاسق ومتى لا يصاحبه، قال لك انه هذا الفاسق اذا كان ليك صاحب ثم ارتكب معاصي او صار يرتكب المعاصي، فانت اول حاجه تامره بالمعروف وتنهى عن المنكر، تحذره تنعزه كذا، لم يرتدع تبدأ تهجره 3 أيام، من زجرش تهجره إلى أن يعود عن معصيته. ففي حاجة اسمها الهجر في الله، زي ما في حاجة اسمها الحب في الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، إنك تحب الناس عشان هم بيحبوا ربنا، وإنك تكره بعض الناس إنهم بيزعلوا ربنا منهم أو بيغضبوا الله عز وجل منهم. طيب ده معنى من معاني التشاحن. طيب ايه المعنى اللي رجحه الشيخ؟ الحقد. يبقى احنا عندنا في التشاحن معنيين،
معنى الحقد خلاص كده، واحد حاقد يحبش الخير للناس. وفي معنى التشاحن معنى اخر وهو معنى الايه التباعد، يبقى اما الحقد واما التباعد. قلت يعني الحافظ احمد بن الصديق بيقول والحافظ السيوطي في هذه رساله اسمها الزجر بالهجر. الزجر يعني ايه الزجر؟ النهي الشديد. لماذا؟ بالهجر، انك كده تهجر الناس ما تكلمهوش تاني. بماذا؟ بالهجر. ليه؟ لانه بيعمل حاجه غلط، فانت ما تدلوش وش يعني، زي ما حصل مع المخلفين الثلاثه الذين خلفوا عن غزوه تبوك. مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ما حدش منكم يكلمهم 50 يوم، ما فيش ولا صحابي بيكلمهم، حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. ثم ما ذكرناه في معنى الشحناء هو المشهور اللي هو ايه بقى؟ الحقد. وقيل يعني الحقد، بس حقد خاص، حقد معين، وهذا القول ضعيف. عشان كده قال لك وقيل وقيل وقيل، يبقى قول ضعيف على طول. هذا احد القولين الضعيف. والقول الثاني لم ان الشحناء هي الابتداء ومتابقه المنعم. وفي معنى هذا قول ابن طلحه المشاحن هو التارك لسنه نبيه صلى الله عليه وسلم الطعن على امته سابق بناءه. هل تجدون بين هذه المعاني تعارض؟ يعني الشخص المشاحن الحاقد هل هو فاعل لسنة النبي ولا مخالف لسنة النبي؟ فلما يجي عالم يقول لك المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش تعارض بينه وبين انه ان يكون معنى المشاحن هو الحاقد، مش كده ولا ايه؟ طيب المشاحن هو المفارق للجماعة، يعني ما بيعملش زي المسلمين ما بيعملوا. هل الحاقد أخلاقه أخلاق المسلمين؟ يبقى إذن الأقوال هذه يمكن الجمع منها، فكل واحد من العلماء عبر عن معنى. ماشي، وظاهر الأحاديث بل صريحها يفيد. تفضل. بل صريحها يفيد أن الشحناء المعنى كان المنكرة هي تهاجر المقام أحدهم، والشحناء بهذا المعنى يستلزم غيرها مما ذكر في طريق الأولى، لأنه إذا كان هجر مطلق المسلمين، يعني اللي اسمه مسلم من يطلق عليه اسم مسلم، والحقد عليه يمنع المغفرة، فيكون ترك السنة واتباع البدعة وبغض الصحابة أولى بالمنع وأجدر بالحرمان. وهذا واضح، يعني إذا قلنا إنك تحقد على مسلم عادي لا يمنع من المغفرة في هذه الليلة، يبقى الحقد على الصحابة من باب أولى كده ولا ايه؟ وهكذا، يبقى الحاجات الاكبر من باب اول. يلا. اعظم الذنوب بعد الكفر القاتل، والقتل اعظم الذنوب بعد الكفر، وهو من السبب الموضوع الذي كان من ابي الغريب ان ابي الدرداء اتى بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت مشركا او يقتل مسلما من احمد. من يقتل والقاتل هنا معناها من حاله حال القتل، يعني مش شرط اللي قتل ليلة النصف من شعبان، ممكن يكون قتل قبلها الأسبوع لكنه لم يتب، فهو حاله طالما لم يتب كأنه باق على هذه الحالة. واضح كده؟ كذلك الجنة قاطع الرحم، قاطع الرحم من الكلام كفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان يعني قاطع رحم. في المسند بإسناد مجاهد بن مطعم أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعمال بني آدم طوال كل خميس ليلة الجمعة، فلا
فلا يقبل عمل قاطع رحمه. فقد توعد الله تعالى قاطع رحمه باللعنه وغيرها في قوله تعالى: فهل عقيتم من توليتم تشيلوا في الارض وتقطعوا ارحمكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم اعمى الابصار. الذي لا يهم الله له يوم القيامه المشرك، والمراد به من يشبه ثيابه ويجدوها صفا وتكبره. في صحيح البخاري ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل ممن كان قبلكم بجد ازاره من الثناء فسد به فهو يتزلزل في الارض الى يوم القيامه. وفي صحيح البخاري ايضا عن ابن عمر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زل قلبه فلا راء الحمد لله لم يوم القيامه. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من جهد. وقال رجل: ان الرجل يحب ان يكون تلميذه حسنا ويعلمه حسنا. قال: ان الله جميل يحب الجمال. يعني ليس من الكبر ان الواحد يلبس احسن الثياب. رفض الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس. والمقصود البغي عن الظلم، يعني في عقوق في ذنوب كده ربنا بيمهلها في للآخرة، وفي ذنوب عقوبتها في الدنيا والآخرة، منها العقوق ومنها الظلم. يجد الإنسان أثره في الدنيا قبل أن يعاقب عليه في الآخرة. فتجد العاق يرافقه بالبخس والشقاء في كل مكان، ويرافقه طول الحظ ونكد الطالع من الملكة. هذا بعض ما يلقاه في الدنيا، وأما في الآخرة فيأتيك دليلا على عدم ذنبه. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، العاق، والديوس. الذي يطل القبر في الأمين. حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وغيره. الديوس يعني الذي لا يغار على أهله، يرى عليهم الفحش ولا ينكر عليهم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني مسألة عقوق الوالدين معروف إن هي من الكبائر، ومن مما يعني من الأمور التي أوكد الله ووكد الله عز وجل عليها في آيات كثيرة جدا في القرآن وأحاديث نبوية كثيرة جدا، ولا نطيل في هذا. طيب احنا نقف هنا ونقر إن شاء الله تعالى المرة القادمة مع البداية المرة القادمة في كتاب أو في ربع المهلكات بإذن الله تعالى. يعني هناخد لنا كده ربع ساعة في إنهاء الرسالة هذه، شو نبقى خلصناها خالص، ونبدأ بعدها مباشرة إن شاء الله في ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول. ليلة النص هتبقى إمتى بقى؟ حد يعرف؟ عشان نقعد نقرأ وبعدين في الآخر نقول إيه ده، هي كانت إمتى؟ فهتبقى إمتى؟ ليلة الجمعة أكيد؟ بكرة 13، يعني بكرة ليلة 14، يبقى الخميس ليلة 15، يبقى ليلة النصف من شعبان هي الخميس من المغرب لحد الفجر.
ليلة النصف. ليلة النصف هو اليوم بيبدأ بالنهار الأول ولا بالليل؟ الليل بيبدأ الأول. يعني اليوم حضراتكم عبارة عن ليل ونهار، خلاص كده. الليل ده اللي هو الدنيا فيه بتبقى ظلمة، النهار اللي الشمس فيه بتبقى طالعة، ده كده الاثنين مع بعض اسمهم يوم. اليوم بيبدأ من المغرب، يعني الخميس من المغرب للفجر حضراتكم إن شاء الله في تبتل وعبادة، ونشوفش حد فيكم على الفيسبوك كده يعني كده. حدش يقول لي بقى أنا على الفيسبوك بعمل دعوة، فيسبوك بقى أنشر النصائح الإيمانية. يا عم انصح نفسك، مش لازم يعني يشعر بالخشوع والحاجات دي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.